تعالى ذكره في كتابه الكريم: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، في حالة كونه حلال ليس بمحرم، وفي حالة كونه مستطاب. ومن قوله حلالا طيبا أخذ العلماء قاعدة في تحريم الضار غير المستساغ. فأحد مثلا يقول ائتني بنص إن التراب حرام، إن أكل التراب حرام، يقول له قل تراب جرب. إذا قلت تغضيت عن الحلال ليس فيه نص بالتحريم، هل هو طيب مستساغ؟ واحد نزل يشرب من ماء المجاري، قل ائتني بنص إنه حرام، أو يشرب بولا، قد تقول له لا ضرر ولا ضرار، الضرر يصيبك، لكن قد يجادل ويقول لا أنا مش بطل. لكن يقال له هل أنت تستسيغه أو لا تكاد تسيغه؟ فأظنه لن يقول أستسيغه، إذا كان يستسيغه دعه مع أمثاله والعياذ بالله. فطيب مستطاب. فلذا قال بعض أهل العلم يستدل بالآية على تحريم أكل الخنافس والصراصير والبق، وهذه الأشياء ليس فيها نصوص، ليس فيها نصوص خاصة، إنما النصوص التي وردت فيها نصوص عامة، أنها ليست بطيبة وليست بمستساغة. والله قال حلالا طيبا، حلالا طيبا.